وللحديث أكثر عن حادثة العثور على رئيس شركة دايو الكورية الجنوبية في العراق مشنوقا، ينضم إلينا الأستاذ حسين السبعاوي الكاتب والباحث عبر الخط الهاتفي من إسطنبول. مرحبا بك معنا. أهلا وسهلا، حياكم الله. العثور على مدير الشركة المنفذة لمشروع ميناء الفاو مشنوقا، هل ترى أن رواية الانتحار مقنعة في ظل الإعلان الرسمي عن قرب توقيع عقد المرحلة الأولى لميناء الفاو الكبير، أي أن هذا الرجل أو هذا المدير يحقق نجاحات في هذا المشروع؟ يعني رواية الانتحار لرئيس الشركة مدير الشركة يعني هذه بعيدة عن الواقع ومستبعدة، لأنه ما هي المبررات للانتحار؟ لا يوجد أي مبرر للانتحار. في حين لو نذهب نعود إلى الخلف قليلا ونبحث عن الجهات التي كانت تدعو لعدم إنشاء هذا الميناء، وكانت تبث الدعاية السوداء حول عمق الميناء ومن وغيره من الإشاعات على مواقع التواصل، فنجد هذه الجهات هي المستفيدة، بمعنى أن هناك ضغط وهناك جهات متنفذة لا تريد لهذا الميناء أن ينشأ ويخدم الشعب العراقي، فقامت بهذا الإجرام. أما رواية الشنق وهذا أمر مستبعد جدا، لأنه لا يوجد أي مبرر لأن يشنق نفسه مدير المشروع أبدا، وأعتقد هناك إرادة خارجية أيضا في الموضوع. طيب أستاذ حسين، حماية الشركات الأجنبية هي مسؤولية الحكومة في العراق في المقام الأول، ولذلك يطرح سؤال عن أين الحماية المفروضة على شخصية مهمة كمدير أو رئيس شركة منفذة لميناء الفاو؟ يعني إذا الحكومة عايزة أن تحمي السفارات التي أهم مؤسسات يعني من الدول موجودة على أراضيها، كيف ستحمي الشركات والمنشآت؟ وهذا هو الذي سوف يعني يجعل العراق في عزلة وبعيد عن الاستثمار وبعيد عن الشركات المهمة الدولية، لا تستطيع هذه الشركات وتوقف عملية الإعمار، كل هذا ويعكس على الشعب العراقي سلبا. والحكومة العراقية من الواضح ومن يعني الواضح الجلي بأنها هي أصبحت ضعيفة، والدولة العميقة بقيادة الميليشيات هي الأقوى وهي الحاكم على الأرض. نعم. طيب السفارة الكورية الجنوبية في بغداد تنتظر نتائج التحقيق، وهناك نواب عراقيون يؤكدون أن جهات متنفذة متورطة بالحادث. برأيكم من المستفيد الآن من قرار الشركة الكورية إيقاف العمل في ميناء الفاو الكبير بعد مقتل مديرها؟ يعني هو الشعب العراقي يعلم أنه في أي جريمة تحصل، والعراق يقول تشكيل لجنة، بمعنى هو ضاعت الحقيقة. فأنا أعجب من كوريا أنه تنتظر نتائج اللجنة العراقية التي ستتشكل في ملابسات هذا الحادث. على كوريا أن تكون جزء من هذه اللجنة وتطلع على التحقيقات، أو تغادر البلد وتحافظ على بقية المهندسين الكوريين. أما انتظار العراق للجنة العراقية لكي تبت في الأمر، فهذا الأمر مستبعد، ونفسهم العراقيين ليس لديهم ثقة بهذه اللجان. النائب السابق وائل عبد اللطيف يقول إنه لا يستبعد الفرضية الجنائية في قضية وفاة هذا المدير. مع حديث الناشطين عن التهريب المنظم في الميناء، هل ترجح هذه الرواية؟ أنا أرجح رواية أنه هناك جناية أو يعني جريمة ضد مدير المشروع، وأستبعد قضية الانتحار. والجريمة أعتقد هي ضمن الجرائم المنظمة وليست جريمة فردية أو مجموعة صغيرة نفذت هذا. وأضيف إلى ذلك أنه هناك إرادة خارجية لها مصلحة في هذه الجريمة، وتحديدا هي إيران. شكرا جزيلا لك الأستاذ حسين السبعاوي الكاتب والباحث عبر الخط الهاتفي من إسطنبول.